نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل العبرة بسداد الديون في العملة القيمة أو المثل؟ هات المثال. مثلا استلفت 1000 دينار أردني وتساوي بالسعودي 5000 ريال سعودي، هل إذا ارتفعت القيمة ونزلت أردها بنفس عليك الوقت؟ دينار أردني. نعم. القرض على اسمه ترد مثله، زادت قيمته أو نقصت، فهمت؟ كما لو استقررت منك صاع بر، وش الواجب علي؟ أرد صاع بر؟ أجب. تعرف البر ولا ما تعرف؟ صاع رز، خليك، ما احنا دمي عارف الرز. استقررت منك صاع رز، أتعرف الرز؟ طيب ماذا أرد عليك؟ طيب لما استقررته مني كان يساوي 5 ريالات الصاع، ولما أردت أن توفيني صار يساوي 10، هل تقول لا أرد عليك إلا نصف الصاع؟ لا، ترد على الصاع ولو كان يساوي 10. والعكس كذلك، لو كان يساوي 10 عند القرض وعند الاستيفاء يساوي 5، ما لي إلا الصاع. والخلاصة أن الإنسان يرد مثل ما استقرض، زادت القيمة أم نقصت، هذه القاعدة. نعم.